ايه ده؟ انا قلت انا عاوز فلاب جاك، يا ترى انا لقيت ايه؟ لا ده مش فلاب جاك خالص، ده مش فلاب جاك، الفلاب جاك غير كده تماما. طيب ايه هو الفلاب جاك اصلا؟ هو مش كده خالص، هو حاجة تانية يعني. بس انا طبعا لو قلت الراجل بتاع السوبر ماركت انا عاوز فلاب جاك، فهو مش هيعرف الفلاب جاك ومش عنده فلاب جاك، وانا معرفش الفلاب جاك، واول مرة اشتري فلاب جاك اصلا ما اشتريتوش كده، وانت كمان ما تعرفش الفلاب جاك. طيب يلا نشوف فيديو النهاردة علشان نعرف ايه هو الفلاب جاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب قلبي طلاب سنة رابعة ابتدائي، ويلكم باك، وحشتوني كتير جدا 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 جدا. النهاردة ان شاء الله هندخل في ليسن 4 في الدرس الرابع من يونيت 1، الوحدة الأولى من منهج كونكت 4، من منهج كونكت للصف الرابع الابتدائي. الدرس الرابع هو درس كبير شوية، فاحنا هنقسمه على 2 سيشنز. النهاردة ان شاء الله هيكون في الليسنينج وريدنج، الاستماع والقراءة، وكمان هنتكلم على الصوتيات الفونكس. اما ان شاء الله في البارت 2 في الجزء الثاني هنتكلم على ماث، على الرياضيات. ودلوقتي يلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. بس قبل ما نبدأ افكرك دايما الورقة والقلم معاك، بتكتب ورايا الكلمات والنقاط المهمة. اي ملحوظة اي تعليق اكتب لي على طول في الكومنتس، وانا هقرأ تعليقك ان شاء الله. وممكن كمان تتواصل معايا على جروب تليجرام، رابط جروب تليجرام في صندوق الوصف اسفل الفيديو. على جروب تليجرام انا هبعت لك الماتيريال، هبعت لك الكلمات، وهبعت لك الشرح، وكمان هبعت لك الواجب، وانت بتحل الواجب وبتصوره وبتبعته لي، وانا بصححه لك وبتواصل معاك يوميا. اخر حاجة بقى، لو دي اول مرة تشوف القناة فياريت تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات على الكل علشان تتابع كل جديد بقدمه ليك. ما تنساش ان القناة دي ان شاء الله هينزل عليها شرح المنهج كامل، سواء كونكت او كونكت بلس. ودلوقتي يلا بينا نبدأ الفيديو. قبل ما ابدا، انت قاعد دلوقتي واكيد معاك الورقه والقلم وهتكتب ورايا كل الكلمات اللي هتظهر لك هنا هتكتبها. اول حاجه هي فلاب جاك، فلاب جاك وجمعها فلاب جاكس. ايه بقى الفلاب جاك ده؟ الفلاب جاك ده اسمه كعك بريطاني، او فطيره بريطانيه، او فطيره محلاه، او فطيره الشوفان، كل ده مسميات للفلاب جاك. المهم انه بريطاني مش مصري. فلاب جاك، فلاب جاك، فلاب جاك، وجمعه فلاب جاكس، فلاب جاكس. يبقى الفطيرة البريطانية دي اللي بتتعمل بالشوفان اسمها فلاب جاك، فلاب جاك، فلاب جاك، وجمعها فلاب جاكس، فلاب جاكس وفلاب جاك. ايه المقادير بقى بتاعت الفلاب جاكس؟ قبل ما اقولك ايه هي المقادير بتاعت الفلاب جاكس، يعني كلمة مقادير اصلا؟ المقادير او المكونات اسمها ingredients، 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 ingredients. المقادير او المكونات اسمها ingredients، ingredients. يبقى لو حد سألك وقال لك what، ما، what are the ingredients، يعني ما هي المقادير، what are the ingredients of flapjacks، what are the ingredients of flapjacks، ايه هي مقادير الفلابجاكس، الفطيرة البريطانية، ايه هي المقادير بتاعتها؟ خد عندك يا سيدي مقادير الفلابجاكس. اول حاجة هاني، عسل. الفلابجاكس ده بيتعمل بالهاني، عسل، هاني، هاني، عسل، هاني، عسل، هاني، زيك كده، عسل، هاني، هاني، H-O-N-E-Y، هاني، هاني، هاني. يبقى أول حاجة بنستخدمها علشان نعمل فلاب جاكس بنستخدم هاني، يعني عسل. طيب بنستخدم إيه كمان غير الهاني، العسل، علشان نعمل فلاب جاكس، علشان نعمل فلاب جاكس اللي هي الفطيرة البريطانية أو فطيرة الشوفان؟ خلي بالك فلاب جاكس، خلي بالك هاني، خلي بالك ingredients، المقادير، تاني فلاب جاكس، الفطيرة البريطانية أو الكعك المحلى أو فطيرة الشوفان، فلاب جاكس، ingredients، مقادير، ingredients، مقادير، هاني، عسل. بستخدم إيه مع الهاني؟ بستخدم شوفان أو دقيق الشوفان، وده اسمه بالإنجليش oats، 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 O-A-T-S، سهلة جدا، oats، oats. دقيق الشوفان اسمه oats، oats، oats،
اوتس. شوف انت كده كتبت كم كلمه، انت كده كتبت فلاب جاكس انجريدينتس هاني اوتس، كتبت اربع كلمات. اوتس يعني دقيق الشوفان، اوتس 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 اوتس، دقيق الشوفان اوتس، دقيق الشوفان اوتس، دقيق الشوفان اوتس. طبعا هنستخدم الزبده، وزبده بالانجليزي يعني باتر، باتر او باتر زي ما انت عاوز تقولها، باتر باتر زبده، بي يو تي تي اي ار، باتر 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 باتر، الاثنين صح، باتر 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 يعني زبده. ممكن صوت التاء لما يبقى between two vowels، لما يبقى بين حرفين متحركين بننطقه ده ده ده، يعني دي خفيفة جدا وسريعة جدا، فتقولها butter صح وباتر صح زي ما انت عاوز تقولها، باتر باتر. المهم ان هي الزبدة، الزبدة اسمها باتر 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 باتر، الزبدة باتر. انا دلوقتي بكتب الانجريدينتس المقادير، انجريدينتس المقادير بتاعت الفلاب جاكس، كتبت هاني عسل، كتبت اوتس دقيق الشوفان، وكتبت باتر زبدة. تاني كتبت هاني عسل اوتس دقيق الشوفان وباتر زبدة. طيب الفلاب جاكس عبارة عن ايه؟ يعني هو اصلا ايه؟ عبارة عن كوكيز، بسكوت، كوكيز كوكيز كوكيز، يعني الفلاب جاكس ده طلع في الاخر بسكوت، بس بسكوت معين، يعني بسكوت بريطاني بيتعمل بالعسل والزبدة والشوفان، يبقى اسمه بسكوت. طب بسكوت يعني ايه بالانجليزي؟ كوكيز كوكيز، بسكوت كوكيز، او الكعك المحلى، الكعك المحلى برضو اسمه كوكيز 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 كوكيز، سي او او كي، كانك بتكتب يطبخ كوك وزود اي اي اس، كوكيز يعني بسكوت او كعك محلى او بسكويت، كوكيز 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 كوكيز، يعني احنا ممكن نقول ان فلاب جاكس ار كوكيز. طيب بص بقى للجمله دي، انا مش هقول لك ان فلاب جاكس ار كوكيز، لا 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 لا، ده انا هقول لك فلاب جاكس اللي هي فطيرة الشوفان ار ايه ده؟ ايه الكلمة دي؟ بريتش، يعني بريتش او بريدج، الاتنين صح، حرف تي جي بين حرفين متحركين ممكن تنطقه ده، بريدش او بريتش يعني بريطاني، بريتش هتكتبها برضه عندك لان هي مهمة، بريتش 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 بريطاني، بريتش بريتش. فلاب جاكس ار بريتش كوكيز، يعني ايه بقى الجملة دي يا شطار؟ يعني الفلاب جاكس فطيرة الشوفان او الفطيرة البريطانية ار، بيكونوا الفلاب جاكس ده بيكون بريتش كوكيز، يعني فطاير محلاة بريطانية او بسكوت بريطاني معروف في بريطانيا قوي، عشان كده مش معروف في مصر قوي، يبقى فلاب جاكس ار بريتش كوكيز، بريتش كوكيز او بريدج كوكيز، بريتش او بريدج كوكيز يعني بسكوت بريطاني او فطاير محلاه بريطانيه. خلي بالك انا لما جيت اكتب كلمه بريتش كتبت البي كابيتال، لان انا بتكلم في جنسيات، اول حرف في الجنسيات بيبقى حرف كابيتال، كابيتال ليتر، اول حرف في الجنسيات دايما بيبقى كابيتال، يعني انت عاوز تكتب مصري ما تكتبهاش كده ايجيبشن، ما تكتبهاش كده، لا خلي حرف ايه حرف كابيتال، خلي حرف الاي كابيتال، دي جنسيه، اول حرف في الجنسيات بيكون حرف كابيتال، علشان كده انا كتبت حرف بي كابيتال في كلمه بريتش، يبقى فلاب جاكس ار بريتش كوكيز، يعني الفلاب جاكس بيكون كعك محلى بريطاني او بسكويت بريطاني، مش مصري مش ايجيبشن، معروف قوي في بريطانيا، فلاب جاكس ار بريتش كوكيز، فلاب جاكس ار بريتش كوكيز. اكتب بقى بريتش، بريتش يعني بريطاني، بريتش 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 بريطاني بريتش، يبقى فلاب جاكس ار بريتش كوكيز. نركن بقى الفلاب جاكس شويه كده، تعال نتكلم في كلمات تانية، شاي شاي يعني تي تي تي، شاي تي شاي تي شاي تي. والشقه، الشقه السكنيه اسمها apartment 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 apartment، شقة سكنية apartment
apartment. يعني ممكن نقول she went, هي ذهبت to Suzanne's apartment. يعني لشقة سوزان. apartment يعني شقة, شقة سكنية. apartment, apartment. لو مشينا مع الكلمة يا شطار, apartment, apartment, apartment يعني شقة سكنية. apartment. الطبق اسمه plate. طبق يعني plate. هتقولي طيب هو dish ولا plate؟ لا بص, dish طبق عميق بتاع الشوربة اسمه dish, اما plate طبق مسطح. plate, plate, plate طبق بالانجليزي يعني plate, plate. اما بقى يخبز يعني bake, bake. يخبز bake, طبعا ده verb, ده فعل. bake يخبز, bake, b a k e. فعلا دي اللي جاي منها بيكر, خباز. يعني انت لو ضفت حرف R هتبقى بيكر, الراجل نفسه, الخباز نفسه. يبقى بيك يعني يخبز. طيب انت عاوز تخلي بيك ماضي, فعل ماضي, تقول خبزة. اضيف على بيك حرف D تقول بيكت يعني خبز, بيكت. لكن بيك يخبز, بيكت خبز. بيك يخبز, بيك, بيك, بيك. عجينة بتدخلها الفرن, بتعجنها وتدخلها الفرن, خلاص انت كده بتخبز. بيك, 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 يخبز, بيك. وصفة الطهي او وصفة الطعام, لما اقول بقى يلا بقى يا ست الكل ورقة وقلم واكتب الطريقة معايا. الوصفة بتاعت الاكل اسمها recipe, 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 R-E-C-I-P-E, recipe, recipe, recipe. ضيف مش عارف ايه على ايه, واعمل ايه جوه ايه, وقلب ايه عشان نعمل دي الوصفة بتاعت الفلاب جاكس مثلا. يلا مثلا نعك ونعمل فلاب جاكس, تعالى انا وانت نعك, نجيب حاجات ونقعد نعك فيها, احنا بنعمل ايه؟ لا ده دي الوصفة, دي الريسبي بتاعت الاكل. ريسبي وصفة, ريسبي, ريسبي, ريسبي وصفة, ريسبي وصفة, recipe, recipe. وصفة الطعام اسمها recipe, recipe. وصفة الطعام recipe, علشان خاطر ما تنساهاش. وممكن اقول the recipe of flapjacks, وصفة الفلابجاك, هنقولها دلوقتي. the recipe of flapjacks. يبقى recipe يعني وصفة او طريقة, recipe طريقة الاكل او وصفة الاكل, recipe. يبقى ingredients المقادير, recipe الوصفة. ingredients المقادير اللي احنا محتاجينها, محتاجين زبدة وعسل ودي شوفان وملح, دي المقادير اللي احنا محتاجينها. لكن بقى ضيف مش عارف الملح على الزبدة ودخل مش عارف ايه الفرن لمدة ايه وعلى نار هادية, دي اسمها الريسبي الوصفة, ريسبي, ريسبي, ريسبي. الفلاب جاكس والكيك والكوكيز والايس كريم والحاجات دي كلها هي ما تنفعش وجبة في حد ذاتها, هي بس تحلية او حلو بعض الطعام بنحلي بيه. الحلو بعض الطعام اسمه ايه؟ اسمه ديزرت, ديزرت, دي اي اس اس او دبل اس اي ار تي, ديزرت, ديزرت. يبقى ممكن تقول ان فلاب جاكس ار ماي فيفورت ديزرت, يعني الفلاب جاك هو الحلو المفضل عندي. يبقى كلمه ديزرت يعني الحلو بعض الطعام, زي كيك. فكر كده معايا ممكن ايه يبقى ديزرت. ممكن الكيك, فلاب جاكس طبعا, الايس كريم, وممكن مثلا فروتس, الفواكه, الحاجات دي كلها تنفع ديزرت. ديزرت يعني حلو بعض الطعام بنحلي بيه, ديزرت, ديزرت, ديزرت. نقول كده we had, نحن تناولنا فلاب جاكس for dessert, تناولنا فلاب جاكس على الحلو, يعني كأنه هو الحلو بتاع الطعام. dessert يعني الحلو بعض الطعام, dessert. next time يعني المرة القادمة, next time برضو اكتبها, اي حاجة تظهر عندك اكتبها. next time, next time المرة القادمة, next time. طبعا في سبيس هنا لان دي كلمه ودي كلمه. next time, next يعني القادم, time يعني مره, next time المره القادمه. هنشوف الحاجات دي كلها دلوقتي واحنا بنقرا القطعه. يبقى next time يعني المره القادمه, next time. المقلاه اللي هي الطاسه اسمها بالانجليزي pan, 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 p a n, pan, pan. مقلاه او طاسه, pan, pan, pan. دي من ادوات المطبخ, pan, مقلاة او طاسة, pan. لما اقول لك over low heat يعني ايه؟ over low heat يعني على نار هادية,
over low heat على نار هادية، يعني حط الحاجة دي أو سخن الحاجة دي أو أطبخ الحاجة دي على نار هادية، ما تعليش النار. over low heat، over low heat، over low. low يعني منخفض، والheat يعني حرارة، وover يعني على أو فوق. over على low heat، نار هادية. over low heat على نار هادية. over low heat، ثلاث كلمات. over low heat، over low heat على نار هادية. over low heat هنقولها دلوقتي واحنا بنقول الوصفة الريسيبي بتاعت الفلاب جاكس. هنستخدم over low heat على نار هادية. over low heat. مربع يعني square. square S Q U A R E square. طب ايه علاقة square بالدرس وبالفلاب جاكس؟ لان الفلاب جاكس بتكون square، بتكون مربعة الشكل. square square مربع square 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 مربع square مربع يعني square 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 مربع تاني مربع square مربع square مربع سكوير. لما اقول لك يلا بقى نروح نزور اصدقائنا البريتش البريطانيين، وهناكل هناك اكل بريطاني. بريتش فود، بريتش فود طعام بريطاني. انت هتبقى ايه وانا كمان هبقى ايه؟ هنبقى اكسايتد. يعني ايه اكسايتد؟ مثار. اكسايتد اكسايتد excited يعني مثار. excited excited we are excited مثار او فرحان. excited 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 لو تفتكر احنا اخدناها السنة اللي فاتت، فاكر لما كنا بنقول I feel happy و I feel excited و I feel sad، كنا خدنا excited مثار او فرحان. excited excited excited. الافعال اللي موجودة في درس النهاردة، تعالى نبدأ بالافعال المنتظمة. يعني ايه افعال منتظمة؟ يعني بنكون ماضيها باضافة ed، بتجيب المضارع وتحط عليه في الاخر ed بقى ماضي. اللي بنكون الماضي بتاعه بالطريقة دي يبقى اسمه فعل منتظم، لانه انتظم على القاعدة وسمع الكلام. يعني مثلا الفعل melt m e l t melt يعني يذوب. melt يذوب. ملت يذوب. ايه اللي بيحصل للسكر لما بتحطه جوه الشاي؟ السكر ملتس يذوب. sugar ملتس السكر يذوب. يبقى ملت يذوب. ملت 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 يذوب. عاوز اقول الماضي بقى بتاعه ذاب، اسمها ملتد ملتد ملتد. هتضيف في اخر الفيرب ed، يبقى ملتد يعني ذاب. ملت يذوب. melted ذاب. melt يذوب. melted ذاب. ويضيف، خلي بالك احنا بناخد افعال cooking verbs افعال الطبيخ. يضيف يعني add add a d d add add يضيف add. نقول كده add sugar ضيف سكر to the tea الى الشاي. add يضيف add. طب انا عاوز اقول الماضي، هنضيف في اخر الverb ed added. يعني ايه added؟ يعني اضافة. add added add added يعني اضافة. يبقى melt يذوب. melted ذاب. add يضيف. added اضافة. add added add added add added. وكمان يقطع الى شرائح. يقطع الى شرائح اسمها بالانجليزي slice. slice s l i c e. لما اقول لك slice fruit يعني قطع الفاكهة شرائح. لما اقول لك slice the apple يعني قطع التفاحة شرائح. slice قطع شرائح. slice 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 slice. طب انا عاوز اقول ماضيها، هتبقى هنضيف اي دي، هتبقى sliced، بس الاي اصلا جاهزة وموجودة، فهتضيف دي بس sliced بس كده، لان الاي اصلا جاي لك جاهزة. خلاص يبقى انت هتضيف دي بس، المهم انه يخلص عندي بايدي وخلاص. sliced يعني قطع شرائح. sliced 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 قطع شرائح. يبقى slice sliced slice sliced slice يقطع شرائح. sliced قطع شرائح. فاكر في السيشن اللي فات لما قلنا re بتفيد الاعادة؟ مثلا paint
paint يعني يدهن. طب لما تقول repaint يعني يعيد دهان. طيب الماضي هنضيف في الاخر ed هتبقى repainted. يعني ايه repainted؟ يعني اعاد دهان. repainted 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 اعاد دهان repainted. طيب لما نقول reclean reclean طبعا clean ينظف. طب reclean يعيد تنظيف. reclean reclean. طيب الماضي بتاع reclean recleaned recleaned يعني اعاد تنظيف. ان انا بضيف في الاخر ed حولت المضارع للماضي. هاجي في الاخر واضيف حرفين ed ولو لقيت الاي جاهزه بضيف دي فقط. يبقى انا كده بعمل الماضي او بكون الماضي. يبقى دي اسمها الافعال المنتظمه لان هي سمعت الكلام قلت لها هتمشي على القاعده دي فسمعت الكلام وقالت حاضر هنمشي على القاعده دي هتحط لنا ايدي ونبقى ماضي. تمام احنا موافقين. في افعال تانية بقى قالت لا انا مش موافقه انا هيبقى المضارع كلمه والماضي كلمه تانية زي الفعل feel. feel يعني يشعر والماضي مش filled مش هضيف ايدي هنحفظ الماضي زي ما هو كده felt. طيب ليها قاعدة؟ لا ملهاش قاعدة هنحفظها feel felt. feel يشعر. طيب felt شعر. feel felt feel felt feel يشعر felt شعر. وتقول yesterday امبارح I felt excited انا شعرت بالاثارة. يبقى feel felt feel felt. وبرضو الفعل say يقول say say يقول say. الماضي منه said قال said قال say said say said. لو الكلمات كتير احنا طبعا بنقسمها على الايام زي ما بقولك ومش هناخد الاسم كله النهاردة يعني جزء الماث هنسيبه ان شاء الله السيشن الجاي علشان ما يكونش الكم كبير قوي 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 عليك. فانت بتقسم الكلمات دي وبتحفظ الكلمات دي على الايام على حسب مقدرتك. خليك معايا بقى say يقول said قال say said feel felt say said. ده الماضي من say said او she said هي قالت. say يقول said قال افعال غير منتظمة regular verbs. بص في تعبيرات مهمة كده لازم نعرفها عشان التعبيرات دي انت هتشوفها في الدرس. زي مثلا talk together. يعني ايه talk together؟ يعني يتحدثون معا يتحدثون معا. اسمها talk وما تنطقش ال L عشان ال AL بتدي صوت ال O زي pole small. talk 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 يتحدث together together يعني معا. talk together يتحدثون معا زي اتنين صحاب they talk together they talk together يعني يتحدثون معا. talk together talk together talk together يتحدثون معا. وبرضو في تعبير جميل اسمه say say. فاكر say لسأله يقول say goodbye. اكيد عارف goodbye. طيب say goodbye يعني يقول وداعا say goodbye او يقول مع السلامة او الى اللقاء. say goodbye say goodbye say goodbye. لما بقف انا وصاحبي وقعدنا نتكلم talk together بنتحدث معا وخلصنا خلاص دلوقتي say goodbye هنقول مع السلامة say goodbye. وطبعا لما بنقول goodbye او say goodbye لما بنقول مع السلامة we are sad بنكون زعلانين. طبعا we are sad when we say goodbye بنكون زعلانين لما بنقول لبعض مع السلامة لان احنا هنسيب بعض. يبقى say goodbye يعني يقول مع السلامة say goodbye say goodbye say goodbye. بص بقى كلمة bit يعني قليل يعني سنة صغيرة bit اللي هي بي اي تي. فلما تقول a bit طبعا a bit happy يعني فرحان سنة صغيرة او فرحان قليلا. a bit sad زعلان قليلا او حزين قليلا. طيب a bit worried يعني ايه a bit worried؟ worried يعني الان قلق. a bit worried قلق قليلا الان قليلا. a bit worried a bit worried انا هاكل حاجة ما اعرفهاش فانا خايف ما تعجبنيش. I'm a bit worried I'm انا a bit worried انا الان قليلا a bit worried a bit a bit worried a bit worried يعني الان قليلا
a bit worried. خلاص worried الآن، ودي صفة زي happy وزي excited وزي sad. worried الآن، و bit سنة صغيرة. a bit worried الآن قليلا. a bit worried. والله حلوة، لا طعمها حلو. طيب لما تاكل حاجة بقى وتلاقي طعمها حلو بتقول taste good، بتقول كده taste good. taste good يعني له طعم جيد. taste good. بص انا نسيت اعزم عليك، لحظة خد كوكيز، بس هو مش فلاب جاكس. اتفضل امسك، بس امسك امسك ما تتكسفش. بص خلاص انا هاكلها مكانك، كأنك انت اكلتها بالظبط. يبقى عشان الفيديو تيست جود يعني له طعم جيد. تيست جود، تيست جود، تيست جود، تيست جود، له مذاق جيد. البتاع اللي انا اكلتها دي، الكوكيز دي اسمها تشوكليت شيب كوكيز، يعني قطعة كعك محلى بالشوكولاتة او بسكويت محلى بالشوكولاتة. فاللي انا اكلتها دي هقول كده it tastes good. it tastes good. it tastes good. it tastes good. it tastes good يعني لها طعم جيد. يبقى taste good يعني له طعم جيد. taste good. taste good. لما يبقى حد عندك في البيت وتيجي تعزم عليه بحاجة بتقول له have، بتقول له have. زي مثلا have some tea، تناول بعض الشاي، فضل شوية شاي. have، بس خلي بالك يعني ما تعزمش بشاي، يعني اعزم بغدا او بعشاء. have some tea، تناول بعض الشاي او تفضل بعض الشاي. have some tea. have some tea. have some tea، تفضل بعض الشاي او تناول بعض الشاي. have some tea. have some tea. have some tea. have some tea، تناول بعض الشاي. have some tea. في حاجة بقى انت مقلق منها او اكلة انت مقلق منها ومش عارف هتبقى حلوة ولا وحشة، عشان انت a bit worried الان قليلا، فبتبدأ انت تجرب حتة صغيرة او حبة صغيرة تجرب. او انا اقولك طب بص يا سيدي انت الان جرب يعني حبة صغيرة كده شوف طعمها. اسمها ايه بالانجليش بقى؟ يجرب القليل. اسمها try a little او little. يجرب القليل. try a little. try a little. try a little أو try a little. يجرب القليل. try a little. try a little. try a little. يجرب القليل. try يجرب a little القليل. try a little. try a little. يجرب القليل. try a little. try a little. يجرب القليل. try a little. لما اجي اقول لك فكرة والفكرة دي تعجبك جدا، انت هتقول what a great idea. يعني what a great idea يعني يا لها من فكرة رائعة. what a great idea، يا لها من فكرة رائعة. وعلامة التعجب انت مبسوط قوي. what a great idea. what a great idea. what a great idea، يا لها من فكرة رائعة. what a great idea يعني يا لها من فكرة رائعة. انا قلت لك فكرة والفكرة دي عجبتك، اقول لك مثلا تعالى بكرة نقعد انا وانت نعك ونعمل فلاب جاكس مع بعض، فانت هتقول لي what a great idea، يا لها من فكرة رائعة. what a great idea. great عظيم، idea فكرة. what a great idea، يا لها من فكرة عظيمة او فكرة رائعة. what a great idea. قلت لك ان يقطع شرايح يعني سلايس، ومربع يعني سكوير. طب لما اقول لك سلايس انتو الى سمول صغير، سكويرز مربعات. يعني ايه سلايس انتو سمول سكويرز؟ يعني يقطع الى مربعات صغيرة. حاجة انا عملتها فببدأ اقطعها بتاخد شكل مربعات كده صغيرة. سلايس into small squares. سلايس into small squares. سلايس into small squares يعني قطع الى مربعات صغيرة. سلايس into small squares. سلايس into small squares. سلايس بقطع into الى small صغير، squares مربعات، قطعها الى مربعات صغيرة. slice into small squares. زي الفلاب جاكس لما نيجي نعمله احنا في الاخر خالص بنبدأ ان احنا slice into small squares، بنقطع الى مربعات صغيرة. يقلب يعني stir. stir. stir.
STIR برضو اكتبها معاك طبعا. stir فعل من افعال الطبخ. stir stir well will يقلب جيدا، مش اي كلام كده وخلاص، لا قلب كويس. stir well stir well stir well يقلب جيدا. stir well stir well stir well يعني يقلب جيدا. تاني stir well stir يقلب well جيدا. بقول لك ايه بقى، احنا اتكلمنا كتير جدا في الكلمات، تعال دلوقتي ننتقل الى الريدنج الى القراءة، وتعال نشوف القطعة الجميلة اللي هنتكلم فيها على الفلاب جاكس وهنعرف فيها ايه هو الفلاب جاكس. يلا بينا ننتقل الى قطعة القراءة، وتعال كده نقرأ القطعة اللي قدامك دي. القطعة دي بعنوان تاليا، وده اسم بنت. learns تاليا تتعلم. to love انها تحب. فلاب جاكس الفلاب جاكس او فطائر الشوفان. تاليا and سوزان، تاليا وسوزان are good friends يعني أصدقاء جيدين، صحاب بعض قوي. تاليا is Egyptian، تاليا مصرية. and سوزان is British، وسوزان بريطانية. their parents أبائهم are friends أصدقاء too أيضا، يعني أباء سوزان وأباء تاليا هم كمان friends أصدقاء. They talk together بيتكلموا مع بعض a lot يعني كثيرا. تاليا وسوزان بيقعدوا مع بعض بالساعات بقى يحكوا. They are sad بيكونوا زعلانين. When they say goodbye when يعني عندما. When they say goodbye فاكر say goodbye يعني يقول مع السلامة، لما بيجوا يودعوا بعض بيكونوا زعلانين جدا. One day وذات يوم بقى تاليا and her mom تاليا ومامتها go to Suzanne's apartment. فاكر apartment يعني شقة. Suzanne's apartment شقة سوزان. تاليا ومامتها راحوا على شقة سوزان. سوزان مين؟ سوزان البريطانية. تاليا is excited. تاليا مثارة. ليه مثارة؟ علشان هتاكل أكل بريطاني. But she is a bit worried. ولكنها bit worried. أكيد فاكر a bit worried يعني قلق قليلا. الآن شوية صغيرة. عمالة بقى تسأل نفسها What is British food؟ ما هو الطعام البريطاني؟ Does it هل هو فاكر taste good؟ مذاقه جيدا؟ هل طعمه حلو؟ Suzanne says أن بتقول لها Please من فضلك Have some tea تاليا تناولي بعض الشاي تاليا. طيب تمام لو على الشاي تمام احنا عارفين الشاي مفيش مشكلة. بعد كده سوزان قالت Would you like a flapjack؟ هل تريدين فلاب جاك؟ My mom and I أنا وماما made them عملناهم. طبعا تاليا ما ردتش إيه الفلاب جاك ده؟ Suzanne has a plate in her hands سوزان معاها طبق في إيديها. On the plate وعلى الطبق ده there are big square cookies في بقى البسكوت المربع الكبير. تاليا looks at the flapjacks تاليا بصت على الفلابجاكس يا ترى انت طعمك ايه؟ طبعا تاليا خايفة تجرب فقالت سوزان I am very happy you made them for me I am very happy انا فرحانة جدا you made them for me انك عملت البتاع ده علشاني. But what is a flapjack بس ايه هو الفلابجاك؟ ما هو الفلابجاك؟ She asks Asks يعني بتسأل. تاليا بتسأل ما هو الفلاب جاك؟ سوزان says سوزان قالت They are cookies هو بسكوت بالضبط زي البسكوت بتاعكم هو بسكوت. I make them أنا بعملهم with oats بالشوفان butter والزبدة and honey والعسل. Try a little يعني جربي القليل. هنا بتعزم عليها بتقولها طب بصي دوق شوية صغيرة. Try a little. تاليا's mom smiles too. مام التاليا ابتسمت ايضا. تاليا tries a flapjack. جت اللحظة المنتظرة بقى. تاليا بتجرب flapjack. تاليا بعد ما كلت الفلابجاك قالت It's delicious. انه لذيذ. I love it she says. قالت انا حبيته جدا. How do you make them? انت عاملة ازاي؟ How كيف؟ How do you make them؟ كيف فعلتيهم؟ فسوزان قالت بقى سوزان says It's very easy
إنه سهل جدا، سهل جدا طريقة الفلاب جاكس. Next time المرة القادمة you visit us اللي هتزورينا فيها we can make them together، ممكن نعملهم مع بعض. تاليا سيز، تاليا اتبسطت جدا وقالت what a great idea، يا لها من فكرة رائعة. تعال بقى يا سيدي نشوف وصفة الفلاب جاكس بتعمل ازاي. سوزان's recipe، وصفة سوزان for flap jacks للفلاب جاكس. This is how Suzanne and her mom make flapjacks. دي الطريقة اللي سوزان ومامتها عملوا بيها flapjacks أو فطائر الشوفان. أول حاجة melt. فاكر melt؟ يعني تدوب. melt لما تيجي فعل أمر يعني دوب. melt the butter، دوب الزبدة sugar، السكر and honey والعسل in a large pan، في مقلاة كبيرة أو في طاسة كبيرة. over low heat، على نار هادية، أكيد فاكرها. over low heat، يبقى دي أول خطوة، بتدوب الزبدة والسكر والعسل في طاسة كبيرة على نار هادية. melt the butter, sugar and honey in a large pan over low heat. بعد كده يا سيدي add، ضيف بقى على الحاجة دي oats، دقيق الشوفان، and salt، والملح. and then stir well، ثم stir، قلب well جيدا. bake for 20 minutes، bake يعني حطها في الفرن، for لمدة 20 minutes 20 دقيقة. when the flapjacks are cold، بعد كده لما الفلابجاكس يبرد، when the flapjacks are cold، أول لما الفلابجاكس يبرد ويبقى cold، slice into small squares، أكيد فاكر slice into small squares. يعني إيه slice into small squares؟ يعني قطعهم إلى مربعات صغيرة، قطعهم إلى مربعات صغيرة، slice into small squares. ده درس الريدينج اللي قرينا فيه على الفلاب جاكس وعلى تاليا وسوزان، وعرفنا إنه في النهاية تاليا loves، تاليا حبت فلاب جاكس، الفلاب جاكس. تعالى دلوقتي ناخد بارت 2، الجزء الثاني، وجزء خفيف جدا 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 من ليسن 4 من الدرس الرابع، وهو جزء الفونكس، جزء الصوتيات. حبيبي الفاولز اللي هي الاصوات المتحركه ممكن تبقى قصيره وممكن تبقى طويله، يعني ممكن ما تمدش فيها وممكن تمد فيها. امتى ما تمدش فيها؟ زي حرف الاي، وحرف الاي بيدي صوت ا ا، زي باج 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 باج. اي ادى صوت ا، ده شكل الا ا، زي باج 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 باج. هنا انا ما مدتش، ما قلتش باج، ما مدتش فيها، قلت باج عادي خالص، باج باج. اما حرف الاي برضو بيدي صوت قصير، والصوت ده اسمه ايه إيه إيه إيه، زي ميكس 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 ميكس، يعني يخلط. ميكس 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 ميكس، واخد بالك؟ ما إيه إكس ميكس 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 هم إيه إكس ميكس ميكس، يعني يخلط زي ما قلت لك. ميكس، يبقى الأي بيدي صوت آ زي باج شنطة، الأي بيدي صوت إيه زي ميكس يخلط، وحرف الاو بيدي صوت اه اه، ما بنمدش فيها، اه زي مام مام الام، ما بنمدش فيها. اما بقى اللونج فاولز، الاصوات الطويله اللي بنمد فيها لما يبقى عندك اي وبعدها حرف كونسونانت وحرف اي، زي الاي والكي والاي، هتنطق الاي هنا اي اي، كيك 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 كيك، هنا في مد، ما قلتش كاك ما قلتش كاك، لا قلت كيك، في هنا مد، في هنا لونج فاول، صوت الفاول هنا طويل. كيك كيك كيك. ولما يبقى عندك اي وحرف ساكن واي، هتنطق اي اي، ده شكل الصوت ده اي اي، زي رايس 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 اي رايس رايس رايس. كيك رايس، كيك اللي هو الكيك، رايس اللي هو الرز، رايس رايس. يبقى اي وحرف ساكن واي هتنطقوا اي زي الحرف اي.
A وحرف ساكن و E هتنطقوا A زي حرف A. أما O وحرف ساكن و E هتنطقوا O O O زي nose 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 أنف nose. هنمد في ال O مش هنقولها أه مش هنقولها نز هنقولها nose nose. هنا long vowel nose nose كأنك بتنطق اسم الحرف ده A I O كأنك بتقول الحرف A cake I rice O nose. يبقى الحرف A و I و O لما يجي بعدهم حرف ساكن وبعد كده حرف E هتنطق كأنك بتنطق الحرف الأول A و I و O cake rice nose. أما A بس make the sound A زي bag. I make the sound A زي mix. O make the sound A زي mom. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. أتمنى أن الفيديو يكون عجبك. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو تقديرا للجهد المبذول فيه. السيشن الجاي إن شاء الله هنتكلم على الماث أو على الرياضيات. وما تنساش ان دلوقتي حالا ان شاء الله الماتيريال نزلت على جروب التليجرام. الماتيريال هي الواجب والشرح. هنتظرك تشوف الواجب وتحله وتبعته لي عشان اصححه لك. هتوحشني كتير جدا 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 لغايه السيشن الجاي. وبكل اسف وي ويل سي جود باي. هنقول مع السلامه. جود باي.